بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الثانية كلية التمريض، نلتقي مجددا في سلسلة محاضرات مادة الميكروبيولوجي جزء الميديكال باراسيتولوجي. اليوم المحاضرة الثانية اللي هي عنوانها الميديكال بروتوزولوجي، الابتدائيات الطبية. في المحاضرة الأولى تناولنا بها الميديكال باراسيتولوجي بشكل عام وتقسيماته. الآن نأتي إلى القسم الأول اللي راح نتناوله ضمن الكورس الأول إن شاء الله، هو الميديكال بروتوزولوجي الابتدائيات. البروتوزوا مصطلح يكون أغريقي، يعني السنجولار بروتوزون بمعنى الأحادي، and zoon meaning first animal. إذن هي الحيوان الأولي، وهي هاي الكلمات تكون مشتقة من اللغة الأغريقية. هذه الممبرز الأعضاء اللي تنتمي للبروتوزوا كلها تكون إيوكاريوت، مثل ما اتفقنا بالكاركترستيك مواصفات أو مميزات. الباراسايت بشكل عام هو من نوع الإيوكاريوت، أي حقيقية النواة. They may be distinguished from other eukaryotes by their ability move at some stage of their life cycle and by their lack of cell wall. Occurrence of protozoa are found in all moist habits. They are common in sea, in soil and fresh water. هي المميزات المهمة اللي يمتلكها قدرته على فقدان الجدار الخلوي، ممكن أنه يكون موجود في كل البيئات المختلفة من العالم، كأنه يكون تربة، ماء، الماء النقي. These organisms occur generally as a single cell، يكون طبعا الجسم كله مكون من خلية واحدة، أو ممكن في بعض الأحيان الخلية يكون بشكل colonies، مستعمرات من البروتوزوا. might also occur in which individual يكون ويا الأفراد البقية. cell are joined by the cytoplasmic threads، هذه الخيوط السيتوبلازمية، and from aggregates التجمعات of independent cell. however distinct type of protozoa include relation resistance and apoptosis، تتضمن لي الأكياس المقاومة اللي هي تكون non motile. في أحد أنواع دورات الحياة ممكن أن يكون جزء من دورات حياتهم هو تكوين الكيس، اللي هو الكيس اللي يكون نوع من أنواع الأطوار الغير متحركة non motile stage to survive adverse environment conditions such as اللي تكون دائما باللو نيوترينت سبلاي اند ايفن ان ايروبيك، ممكن انه تحتاج الى تنفس هوائي او لا هوائي، وهذه الظروف غير متوفره لها، او ممكن تحتاج الى غذاء معين وهذا الغذاء يكون غير متوفر في حاله وجود الظروف الغير مناسبه، يغير من طبيعه حياته ويتكيس في جزء من دوره حياته. الان نذكر الـ General Concept of Protozoa، شنو المفاهيم الأساسية للبروتوزوا. أول مفهوم الـ Number 1 Generally Unicellular، أحادي الخلية. Number 2 Eukaryotic Organisms، وهي ذكرناها. Number 3 Smallest could only be seen with the electronic microscope، من قد ما هو صغير ما نقدر نشوفه إلا بالمجهر الإلكتروني. Completing all Number 4 completing all necessary life activities independently، يكون غير معتمدة فعالياته حتى يكمل دورة الحياة مالته. الموتايل وذة حركته وذة ممكن تكون سيدوبوديوم، وهذه بحالة نلقاها بالأميبا الانتاميبا هستاليتيكا إن شاء الله راح نتناولها. الفلاجيلوم اللي هي جياردية لامبلية وتريكومونس، تتحرك عن طريق الأصوات، ممكن عن طريق السيليا الأهداب وناخذ عليها مثال البلانتيديوم كولاي.
الريبرودكشن التكاثر نمبر 6 يحدث عن طريق أربع حالات، يا أما يكون باينري فيشن، يا أما يكون مالتيبل أسكشوال، ممكن يكون سكشوال ريبرودكشن، ممكن يكون بوث سكشوال أند أسكشوال ريبرودكشن أكر إن ذا. هاي الحالة نشوفها بالإبي كومبلكس، المعقدات اللي راح ناخذ عليها إن شاء الله أمثلة هي التوكسوبلازما والملاريا. بالباينري فيشن ممكن أنه هو the most common form of the reproduction among medical protozoa is asexual. أغلبها تتكاثر تكاثرات لا جنسية لأنه هي كائنات ابتدائية. Multiple asexual division occurs in some forms. بعض الأحيان يحدث sexual reproduction take place within the definitive host and usually result in the formation of zygote، ويكون لي الزايغوت البيضة المخصبة. البوست سكشوال ممكن انه يحدث في الاثنين and asexual reproduction. الاميبياسس، الان نأتي على اول اكزامبل راح نتناوله بالبروتوزوا وهو الاميبياسس. الاميبياسس او الاميبا primitive unicellular microorganism with a relatively simple life cycle which can be divided into stages. إذن هي أبسط أنواع الكائنات أحادية الخلية، تتكاثر دورة حياتها بطورين، الطور الأول أسميه التروفوزويد والطور الثاني أسميه السيست. إذن اللايف سايكل ما تحوي على طورين، تروفوزويد actively motile feeding stage هو الطور المتحرك والطور المتغذي للكائن الحي، أما السيست هو شنو يكون؟ recusant أو resistance infective stage الطور المقاوم أو الطور المصيب للكائن الآخر اللي هو الهوست المضيف. Mortality is accomplished by the extension of pseudobody أو false foot، إذن الحركة مالتها تكون عن طريق الأقدام الوهمية أو الكاذبة. الانتاميبا هستولتيكا راح ناخذ مثال على هذه العائلة، الفايلم مال الاميبياسس هو جنس وسبيشيز الانتاميبا هستولتيكا. الديفينيتيف هوست للانتاميبا هستولتيكا هو الهيومان، ريزرفوار هوست من يكون الدوغ والبيك والمونكي. اذا الثلاث مضائف خازنة المن للانتاميبا اللي هي الدوغ والبيك والمونكي، بينما الانترميديت هوست نان. اذا دوره حياتها راح تكون من نوع الدايركت لايف سايكل، ليش؟ لانه تكتمل في داخل مضيف واحد، ما تحتاج الى مضيف نهائي حتى تكتمل. اما المضائف الخازنه فما تدخل ضمن تصنيف انواع دورات الحياه، لانه قلنا الكائن يدخل نفس شكله ويطلع بنفس الشكل، يعني نفس الاطوار اللي يدخل بها، وهو مضيف فقط يخزن لحين توفر الظروف المناسبه. شلون تنتقل هذه الأميبا الحالة للنسيج؟ المود of transmission، several means of transmission in amoeba hostolytica are known. Ingestion of the infective stage the cyst occur through hand to mouth contamination and food water contamination، يا أما عن طريق التلوث الماء أو الطعام. In addition، بالإضافة للأنتاميبا هستولتيكا also be transferred via unprotected sex أو من طريق الاتصالات الجنسية الغير مناسبة. The flies and the cockroaches، إذا الذباب والصراصر may also serve as vectors of أنتاميبا هستولتيكا by depositing infective cysts on unprotected food. Also transmitted through the anal sex. إذن عرفنا طرق انتقال الطفيلي اللي هو الأميبا الحالة النسيج عن طريق تقريبا خمس طرق ينتقل من خلالها. دورة حياته شو راح تحدث؟ دورة حياة الانتستينال infection occur through the ingestion of the mature الكوارديدنت أو يسموها الكوارد نيوكليت، يعني الانفكتيف سيست يعني الكيس رباعي الأنوية. K
كيس رباعي الأنوية، إذا الكيس السيست اللي انطرح ويا الفيسس ما يحتوي على 4 أنوية، شوفوا طلاب هذه الصورة توضح لنا، الفيسس اللي ينطرح إلى الووتر أو إلى الصويا لازم يحوي لي على 4 نيوكلي. هاي الفور نيوكلي هي المسؤولة عن الماتشور سيس، عن تكوين الكيس الناضج، اللي هذا الكيس هو اللي يحدث الإصابة. إذا منو الانفكتيف ستيج للإنسان، الطور المصيب للإنسان، هو الماتشور سيس أوف انتامي بهستريتيكي. هذا هو اللي يدخل عن طريق تلوث الطعام والشراب بالأكياس. هاي الأكياس منو شلون تنتقل؟ ممكن عن طريق الماء الملوث، ممكن عن طريق الطعام الملوث، ممكن عن طريق الحشرات أو المفصليات، ممكن عن طريق قلنا السكشوال أن بروتكتد سكشوال ريبرودكشن. هذه كلها طرق تنتقل لي بها الأنتاميبا هستاليتيكا. من توصل إلى داخل جسمنا هسه نعرف إيش راح تسوي لي من تغييرات من تدخل إلى الجسم. يقول عن طريق contaminated food or drink and also by hand to mouth contact it is then passed in an ultrasound through the stomach as the cyst wall is resistant to gastro juices. زين، إذا هو يكون مقاوم للعصارات المعدية هذا الكيس اللي يدخل. In terminal lumen with الكلاين pH extension أو excitation take place، راح تحدث عملية الخروج أو الانفجار من الكيس وتحرر التروفوزويد. هذا التروفوزويد actively motile، هذا يكون هو invade the tissue and يقودنا إلى الباثوجينيسيتي، إلى إظهار الأمراضية. The growth multiple by the binary fission the trophozoid are the responsible for the producing lesion in the amoebiasis. Invasion of blood vessels ممكن أنه يغذي الأوعية الدموية ويقودني إلى السكندري extra-intestinal lesion. ممكن أنه تحدث هسه الطور الآخر اللي هو الإصابة الخارج معوية إذا انتقل عن طريق الدم. It's life cycle in the trophozoid phase. هذه طبعا هسه راح اشرح لكم اياها على الصوره. A certain number of trophozoites come from the tissue into lumen of the bowel and the first transformed into the precyst form. Precyst secrete a cyst wall and become هاي مراحل تطور التروفوزويد بعد ان يخرج بشكل جديد من الطور المتكيس الماتشور. يسموه unicular cyst mature quadrinucular cyst form. These are the infective form. Both the mature and the immature cyst may be passed in the feces. طبعا الأطوار الناضجة وغير الناضجة، قلنا منو الناضجة اللي تحويلي على 4 نيوكلي، أما تحويلي على 1 نيوكلي أو نيوكلار أو ما تحوي على سيل وول كامل النشو تنطرح ويا الفيسز، هاي تعتبر نون انفكتيف ستيج، مو معدية إلي حتى إذا تناولتها مع الووتر أو الفود الملوثة، إلا إذا تناولت الماتشور سيست الكيس الناضج اللي يحوي لي على 4 أنوية، هذا اللي يكون مسؤول عن بيكم انفكتيف ستيج. هاي الصورة طبعا راح توضح لنا الأطوار اليرقية. أنا إيش راح يدخل لي الماتشور سيست؟ راح يدخل عن طريق الانجستد الهضم إلى داخل الأمعاء. هذا الكيس من يوصل إلى الأمعاء إيش راح يصير بيه؟ راح يتحرر، يصير بعملية اكسيستيشن حتى ينفجر أو يسرب شربي بالكيس. راح تخرج الأطوار التروفوزويد اللي موجودة بالماتشور سيست، وكل واحد من هذه الأنوية راح يكون لي تروفوزويد جديد. هاي المرحلة الثالثة. كون يعني كل كيس يعطيني 4 أنواع جديدة من 4 كائنات العفو جديدة من الأميبا.
بالطور اللي شو يسميه الطور الخضري، اللي هو هذا الطور اللي يكون مسؤول عن التكاثر والتغذية وأحداث الإصابة. multiplication راح يتضاعف. شو راح يعطيني؟ واحد من عندهم ممكن أنه يكون لي تروفوزويت جديد، ممكن أنه بالخطوة الثانية يكون لي كيس يتكيس. ليش؟ حتى يحافظ على النوع مالته، يحافظ على بقاء النوع مالته. من ينطرح ويا فيسز يحوله إلى بريسز. هذا البريسز شوفوا يحتوي على نواة واحدة، بعدين مرحلة التطور الثانية يحوي على نواتين، إلى أن يصل إلى أنه يحوي على ثلاث العفو أربع أنوية اللي تكون هي الماتشور سيست. هذه الماتشور سيست هي اللي تكون الانفكتيف ستيج. زين هذا الحكي وين راح منين راح يخرج لي؟ هذا راح يطلع لي ويا الفيسز مالت البيشنت، تنطرح عن طريق الفيسز مالت البيشنت. ممكن انه ينطرح الماتشور سيست، وممكن انه ينطرح الاماتشور سيست اذا كان دياريا قويه، لان هو المصاب ايش راح يصاب؟ يصاب يسموه الاميبيك ديزنتري، الزحار الاميبي، فيكون عنده دياريا كلش قويه. فممكن انه مكتمل النضوج هذا الكيس، ممكن انه يكون غير مكتمل النضوج من ينطرح ويا الفيسز. فاحنا من يوصل ان الماتشور سيست فقط هو اللي مسؤول عن الانفكتيف ستيج، بينما الاماتشور ممكن انه يقضي عليه الجاستريك جوسز اللي موجوده بالستمك، العصارات الهضميه بوجود الاتسيال، فراح ينقضي عليه. الا الكيس المقاوم اللي يحوي لي على اربع انويه هو اللي يحدث الاصابه. ومن خلال دخوله هسه راح نتعرف على الباثوجينيسيس الامراضيه. هذا التروفوزويد هو ديفايدد اند برودوس اكستنسيف لوكال نكروسيس، اذا راح يسوي لي تنخر in the large intestine, invasion the deeper mucosa with the extension into the peritoneal cavity may occur. This can lead to secondary involvement of the other organ. يعني اذا اخترق اذا الميوكوزا راح ينتقل لي الى اورجان اخر غير الامعاء، وهو primarily the liver but also the lung. ممكن انه يكون غير الكبد الرئة، ممكن يكون البرين and the heart. هو هاي دورة الحياة اللي يخترق بيها ويتحرك الميجريشن. قلنا طبعا احنا احد انواع طرق احداث الباثوجينيسيس هو الميجريشن الهجرة. فاذا هو هاجر عن طريق البلد او عن طريق الليمف وصل الى اعضاء اخرى من جسم الانسان، بهاي الحالة راح اسمي دورة حياة الاكسترا انتستاينال اميبياسيس از اسوسييتد وذ تروفوزويد اميبا. وهناك من يوصل لكل عضو راح تكون تغييرات الامراضية مختلفة عن ما كان موجود في داخل الامعاء، لانه بالامعاء يسوي لي دياريا، بينما اذا راح للليفر راح يسوي لي الابسيس، او لللنج راح يسوي لي خراج الكبد او خراج الرئة او الخراجات الموجودة بالبرين، يسبب لي نوع من أنواع الخراج اللي يصيب الأعضاء اللي يوصل لها. بالنسبة للإبيديميولوجي، وبائية الإنتاميبا هستاليتيكا has worldwide distribution although it is found in cold areas. إذن موجود is the highest in the tropical and subtropical region that have poor sanitation and contaminated water. About 90% infection are symptomatic and the remaining غير لا تذكر 90% من الأعراض مالتها. Produce spectrum of clinical syndrome. Patients infected with the Entamoeba hostalgica face non-infectious trophozoite and infectious cysts in their stool. Therefore, the main source of water and food contamination is the symptomatic carrier whose past cysts. Symptomatic amoebiasis is usually sporadic. The epidemic form is a result of direct
person to person fika, or spread under conditions of poor personal hygiene. طبعا هي هاي العوامل الأساسية اللي تسبب لي انتشار المرض وانتقاله. عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية راح يصير الانتقال سريع من شخص إلى شخص آخر. راح نلاحظ الكلينيكال فيتشرز اللي تظهر الاوتكم اوف ذا انفكشن ما يرزلت ان ذا انتستينال اميبياسيس اور اكسترا انتستينال اميبياسيس. اذا كان انتستينال راح يكون عندي دياريا فلاتولنس اند كرامبينج ار كومبلينتس اوف سيمبتوماتيك بيشنت. مور سيفير ديزيز is characterized by the passing of the numerous bloody stool in the days. Systemic sign of infection هي الفيفر, leukocytosis, rigors are present in the patient with the extra-intestinal amebiasis. The liver is primarily involved because the trophozoid in the blood are removed from the blood by the portal vein. إذا الشريان البوابي الوريد البوابي الكبدي هو المسؤول عن نقله إلى أول عضو خارج الأمعاء هو الليفر. هذا التعليل ليش أول ما يروح للليفر مو إلى عضو آخر من يهاجر من الأمعاء عن طريق حركة الترافوزايد. وقلنا الأعراض المرضية مالته إذا بداخل الأمعاء لازم نعرفها شنو هي دياريا أو فلاتيولانس وكرامبينج, بينما إذا موجود خارج الإكسترا انتستينال راح لازم أعرف الأعراض مالته تكون هي بشكل فيفر ليكوسايتوسيس عن طريق اللابراتوري دياغنوسيس أشخصها وريجور. اللابراتوري دياغنوسيس شلون أسوي تشخيص للأميبة إذا كانت إن انتستينال أميبياسيس الإكسا أسوي عن طريق الدزنتري examination of the fresh dysenteric fecal specimen or rectal scrubbing for the trophozoid stage. الموتايل أميبا containing red cell are diagnostic of amoebic dysentery. إذن أنا إيش لازم أفحص العينة مالتي تكون الستول. العينة مالتي راح تكون الستول أو تكون عن طريق أخذ سكرابينج فد مسح معينة حتى أفحص. طبعا بالستول راح ممكن أشوف أنا شنو السيست والتروفوزويد لأنه قلنا حركة الأمعاء راح تكون سريعة بالدياريا, بينما راح ممكن أشوف بس التروفوزويد إذا سويت سكرابينج التروفوزويد, بينما إذا سويت الإكزامينيشن أوف فورميد أور semi-formed feces for cyst stage, a cyst indicate infection with the inter-pathogen of entamoeba histolytica or non-pathogenic entamoeba dispar. طبعا أنا بهالحالة إذا أريد أميز بين الكائنات الممرضة وغير الممرضة ممكن أن تظهر لي بالفحص المجهري لخروج المريض, ممكن أن تظهر لي أكو أطوار أو أكو أنواع مشابهة له. طبعا هذا هسه إحنا مو بغيرة أصدد أنه نشرحه, بس أقصد إحنا نلقى السيس دائما بالسيمي سوليد أو سيمي فورمد ستول, يكون فقط طور الستول موجود. بس إذا كان أكو دياريا لا ممكن أشوف السيس وأشوف التروفوزيت, بس إذا صار سوليد أو سيمي فورمد شبه متشكل راح ألقى طور المتكيس فقط. إذا بخارج الإكسترا انتستينال أميبياسيس راح أبحث الدياغنوسيس مالتي راح يختلف. اللابراتوري دياغنوسيس راح يكون by use the scanning procedure for liver and other organs. يعني أسوي سكانينج يختلف عن فحص ما أسوي بعد الستول, لأنه بعد ما يطلع عندي بالستول وراح حاجر غير عضو ويا الدم, أو عن طريق specific serological test together with the microscopic examination of the abscess material
كان كونفيرم كونفيرم ذا دايجنوستيك، اذا شفت اني موجود اكو ابسس او ماده خاصه بالجراحه بالعضو المصاب، هذا راح يوثق لي الاصابه عن طريق الفحص اللي يسموه سيرولوجيكال المصري، الفحوصات المصريه، وايضا فحوصات مناعيه، وممكن انه يكون عن طريق السكانينج حتى تاكد الاصابه بمن بالاكسترا انتستاينال اميبياسيس. يعني الاكسترا انتستاينال اميبياسيس ما اسوي له جنرال ستول اكزامينيشن، وانما اسوي له لابراتوري دايجنوستيك مختلفه نوع اخر، كان تكون سيرولوجيكال تيست. بما انه انا شخصت وتاكدت بانه البيشنت مالتي مصاب بالاميبا، لازم هسه اعرف شنو التريتمنت اللي انطيه للبيشنت. بحاله الاكيوت فيلمنتينج الاميبياسيس از تريتد وذ ذا، او الاكيوت اميبياسيس تريتد وذ ذا ميترانيدازول فلود باي ذا ايدوكوين كوينول اند سيبتوماتيك كارير، او الكارج الكارير كان بي ايراديكيت وذ ذا ايدوكوينول بارمايسين البارو مايسين العفو الايدوكوينال باروميسين السيستي او السيستيك سيستيسايدال ايجنت ار كومونلي كومندد فور اسيبتوماتيك كارير هو هاندل فود فور ذا بابليك يوز. طبعا كلش لازم اهتم اني شلون اتخلص حتى من الكائنات اللي ممكن انه تنقل لي هذا الطفيلي ويا الأشخاص اللي يتعاملون مباشرة، وخاصة عمال المطاعم، عشان أنظف المكان بحيث ماكو إنسكت حشرات وفلاي موجودة، لأنه يعتبر ناقل ميكانيكي ميكانيكال ترانسميشن فور انتامي بهوستوليتيكا. عشان أسوي بريفنشن، هسه هاي طبعا هي الوقاية الانترودكشن of the adequate sanitation measure and the education about the route of transmission and avoiding eating raw vegetable. طبعا اهم شيء من اكل الخضروات النية. By switcher the switcher regulation and the night soil خاصة المسخية بمياه الصرف الصحي بدون انه نغسلها ونعقمها ونتأكد من نظافتها، يلا نتناولها. طلاب اللي هنانا خلصت محاضرتنا الثانية لهذا اليوم، أأمل أنه تكون استفاديتوا من المعلومات اللي ذكرناها، وإن شاء الله الرابط راح أنشره على القناة قناة اليوتيوب حتى تقرون المحاضرة، وبوقت المحاضرة نتناقش عن طريق برنامج الزوم.